بوركينا احنا رحناها ويمكن كان في رد فعل عنيف جدا من الكاميرا في الكوره الحق اول ما نزل المطار يعني المطار لو رحت بوركينا بس هتحس ان انت نازل في حته مثلا ملهاش ايه دي ما حدش يعرف نزلنا في مطار ضلمه جدا وجاب اتوبيس بعد كده استقبلنا وركبنا واول ما رحنا على المعسكر ده لقينا باب حديد اتفتح والدنيا ضلمه وابتدوا يولعوا النور الكابتن جوري بص كده يعني اللبس كده مش عارف ايه الامم الافريقيه يعني مش امم افريقيه قلت له كابتن اهدى بس وتشوف الامور هتمشي ازاي هدي اول كابتن جوري ولكن كان في موقف غريب قوي احنا كنا لازم بناخد معانا اكل يعني انت عارف الحته دي كنا بناخد معانا اكل الفرقه وهجوم عنيف على الشرطه اللي كان فيها الاكل من اللعيبه لان حست بخطوره الموقف وحست بخطوره المعيشه في المعسكر ده وجريوا على الشنط كل واحد خد اللي خده وكل واحد خد الاكل في شنطه وكابتن جوري ساعتها انفعل قال لك لا هو افريقيه ولا قلت له كابتن انت بس وهدي الامور اه والله عايز اسيب قلت له هدي الامور بس هدي وراح في مجال مع اللعيبه بص بقى اعتبروا ده بيتكم كل واحد يقعد كل اثنين في شاليه واعتبروا ده بيتكم نصفوه زي ما انتم عايزين نصفوه زي ما انتم عايزين وهي دي العيشه هي دي العيشة اللي هنعيشها وهي دي العيشة اللي احنا هنعيشها مفيش فنادق هنا هو ده المعسكر. قصة بقى اللي احنا تعاملنا يمكن خلال المعسكر ده كان معسكر صعب جدا والإقامة صعبة جدا وكان عامل السحر برضه من الحاجات اللي بتدور دايما في القارة الأفريقية دي فوجئنا مرة واحنا قاعدين لقينا الباب الحديد ده اتفتح ولقينا عربية نص نقل شايلة خنازير وواحد ماسك زي سنجة كده وقاعد يغز الخنازير عشان تنزل الدم ينزل الدم في الأرض معسكر وده نوع من السحر عندهم فما علينا طبعا احنا شفنا الموقف ده رحنا قايمين جاريين راح الراجل بدل مشي مش عايز اقول لك طار بالعربيه على بره وقعدنا بقى ساعتها نقرا الحوار الحمد لله الموقف عدى وخدنا بطوله وربنا سبحانه وتعالى لما نمنا تونس تونس دايما بنعتمد عليه لما يهمنا السحر الصوره دي على فكره برضه الراجل موقف صعب زي ما مسميني الصوره دي كانت 2003 لما خدت كاس مصر الصوره دي كانت في الملعب والكابتن محمود الخطيب مع الكابتن احمد هلال والكابتن احمد هلال كان بيلعب هذه المباراه النهائيه ودي صوره كانت في الملعب بعد ما خدنا بطوله كاس مصر سنه 2003 الصوره دي برضو على فكره دي فرقه بالبروجيكت واحنا كنا بنلعب دايما في نادي اسكو الذي اسمه الصوره دي كانت تعليمات اللي فرقت بتروجيت قبل المباراه مهمه وكان تركات الماتش المقاولين العرب لان المقاولين العرب كان معايا في الدرجه الاولى وساعتها كنا عاملين ماتش كويس قوي وبعدين 0-0 الصوره دي يا كابتن يمكن كابتن حسام ده اللي جاب حضرتك الصوره دي على فكره وانا توليت الدرجه الاولى كان معايا كابتن بدر مساعد كان معايا الكابتن ضياء عبد الصمد كان معايا الكابتن احمد ناجي بدر حراس مرمى بس كنا صغيرين انا ودي الفتره برضه توليت فيها الفريق الاول ساعه فتره كاس مصر كان موجود معايا. دي برضه صوره نادره يعني نادره قوي تدريب الفريق القومي برضه ايام ما كنا في المنتخب خزانه اخبار اليوم ده كان اه طبعا انا بصراحه عشان كده اخده وانا ماشي لسه ما بدي عندك في البيت لا ما بقولكش عشان كده ما انت يا كابتن عشان تاخدها لازم تسمع كل الكلام ونقول كل الكلام والصوره دي قبل انا فاكر قبل اللقاء الجزائري اللي هو كان في تصفيات كاس العالم وده كان تدريب في الاستاد وكنت بكلم مع الكابتن احمد الكاس ويمكن فزنا 1-0 وصعدنا كاس العالم ايطاليا 90